مشاهدي محمد بريس، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الصميم. الكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الإلكتروني توجه رسالة إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة المكلف بقطاع الاتصال، وتدعوه فيها بأي وجه حق تتمكن شركات إعلامية بالدعم والتعويض من صندوق كورونا، في حين مقاولة صغرى ناشئة يتم إقصاؤها من هذا الدعم العمومي الاجتماعي. ولمناقشة هذا الموضوع معنا السيد عبد الوافي الحراق، رئيس الكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الإلكتروني، الذي سوف يحدثنا حول الرسالة المطلبية لإنصاف ودعم صحف إلكترونية تأزمت بسبب جائحة كورونا. إذن أول سؤال معنا السيد عبد الوافي الحراق، بداية نسأله كيفاش قامت الصحف الإلكترونية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية لنشر الصحف والإعلام الإلكتروني في تغطية أحداث كورونا؟ الصحافة الإلكترونية في ظل هذه الجائحة التي ألمت بالشعوب، شعوب العالم ومنها الشعب المغربي، لعبت دورا كبيرا وأساسيا وهاما، وعملت على تغطية الأحداث وتتبع الوقائع وتسليط الضوء على تداعيات هذا الوباء. الكل كان يعلم هذا بأهمية هذا الدور هذا، وكانت ضمن الصفوف الأمامية لطبيعة الحال لأخذ المعلومة والخبر والعمل على نشره إلى المواطن. وكنا كداخل الكونفدرالية، أي المواقع التي تنضوي تحت لوائها، تنضوي تحت لواء الكونفدرالية، كنا نحرص أشد الحرص أن تكون المعلومة والخبر أو الأحداث والوقائع أن تكون حقيقية وصادقة ومسؤولة، والأخبار كذلك موثوقة من مصادر رسمية ومصادر عمومية وحكومية. لماذا؟ لأن كنا لا نريد أن نركب المغامرة، حتى تلك التي نشك فيها ب60 حتى 70% كنا نرفض أن ننشرها، وهذا طبيعة الحال حفاظا على الحس الأمني والاجتماعي والنفسي لدى المواطن، لأن الظرفية لا تقتضي أن نغامر أو أن نبحث على المشاهدة وعلى رفع العدد ديال أو ما يسمى بالبوز. إذا كنا حريصين على أن تكون المعلومة دقيقة جدا وموثوق بها. طيب جميل، سي الحراق، إلى أي حد تضاهي المهنية والاحترافية التي تتوفر عليها الجرائد أو بالأحرى القنوات الإلكترونية والإذاعات الإلكترونية التي تنضوي تحت لواء الفيدرالية، وأيضا الجرائد الإلكترونية ذات التخصص في المقالات الإخبارية ضمن الفيدرالية نفسها؟ أقول، ما حجمها ومكانتها أمام ما تسمونه لوبي آخر وليست لها إمكانيات لوجستيكية مقابل حصوله على دعم طائل من الدعم العمومي كل سنة؟ يا أخي، الصحافة الإلكترونية هي حديثة العهد، ولدت مع هذا الوافد الجديد للإعلام البديل. تقريبا المغرب ما اعترف بها الا في القانون ديال 2016، يعني من 2016 لا عاد ولينا قانونيين داخلين في القانون ديال الصحافه. قبل من التاريخ ما كانش، كان اللي جاي يدير موقع، اللي جاي ياسس يدير يدير يدير, يدير حساب ويقول لك انا صحفي. من 2016 لهنا دار قانون يؤطر هذا الإعلام الإلكتروني، لكن أنا وللأسف من ديك المدة، من تنشأنا لحد الآن، لم نتلقى أي درهمين من عند الدولة. لحد الآن الدولة لا تدعم الصحافة الإلكترونية، وإنما تدعم مؤسسات كانت قائمة للذات لأكثر من 20 سنة أو 30 سنة، وأغفلت دعم هذا الوافد الجديد، هذه المقاولات الناشئة اللي أغلبها يديرها شباب ويعمل فيها شباب أغلبية ديالهم. فحقيقة أن باش يمكننا نتحدثوا على الإعلام الإلكتروني والتأهيل دياله، وباش يمكن لينا نزيدوا
ندفعوا بهذه الوسيله الاعلاميه الان اللي لعبت واحد الدور كبير في ظل هذه الجائحه اللي الان كنتحدثوا عليها. نعطيك مثال مثلا الان انا هذا الحوار الذي يجرى عن طريق القناه ديالكم عن طريق الموقع ديالكم موقع تبارك الله في 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 استوديو يبث النشرات جميع يعني الامكانيات المتعلقه بالسمع البصري يوظفها بما فيها حتى الكتابي يوظفها بشكل مهني كبير. وانا اتحدى هناك بعض بعض الجرائد الان بعض المقاولات الاعلاميه تتلقى 200 مليون 300 مليون العام ما عندهاش هذاك الاستوديو ما عندهاش هذيك القناه اللي عندك. لا تبث الاخبار بهذه المهنيه التي تبثونها الان انتم. وضيف على ذلك مشير هناك مجموعات اخرى مجموعه ديال الجرائد معنا الكاب 24 الان اللي مشات لواحد المستوى كبير يعني الاستوديو يبث من خارج الوطن وكذلك المجموعه ما نقدرش نذكر كاين صوت العداله كاين المهم جميع الاخوان اللي هما تابعين لنا. استسمح الزملاء الى ما ذكر شي 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 موقع فانا ماشي هنا باش غادي نبدا نفضل شي على شي وانما اعطي نموذج نموذج وهو كنقيسو على جميع المواقع الالكترونيه اللي تابعه الكونفدراليه. هاد المواقع كما قلت اللي عندها هاد القنوات الكبرى بهذا الحجم هذا ما كتلقى حتى ريال. الان تعيشوا ازمه هي دابا هاد الازمه ديال كورونا هما كيخلصوا الكرا كيخلصوا الضو كيخلصوا الماء عندهم صحافيين عندهم تبعات كبيره عندهم امامهم وما عمرهم تلقاو درهم في حين ان مقاوله الان شاده الصف هي الاولى باش تاخذ الدعم ديال كورونا من الصندوق ديال 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 اليقظه هي الاولى وما عندهاش هذه الامكانيات ولا تلعب دورا الان. الصحافه ديالها ربما حد تم التعليق ديالها لان 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 كان هذا قرار دولي على المستوى الوطني ان الصحافه الورقيه يمكن لها توقف ربما باش ما تساهمش في النشر ديال 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 الوباء. ولكن اللي لعب دور كبير هاد الصحافه الالكترونيه ما عمرها تلقات حتى شي درهم ما عمرها تلقات حتى شي درهم. كنا نحرص كذلك على محاربه الاخبار الزائفه او الصور المفبركه من خلال واحد العمل كان كبير ما بين جميع الافراد ما بين جميع المواقع الالكترونيه التابعه للكونفدراليه على اساس انه كل خبر زائف كنا كنتصدوا ليه جماعه من خلال التكذيب ديالو من خلال التعليق عليه من خلال اعاده كتابه نشر الخبر صحيح او تكذيب تلك الاخبار التي كانت تروج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي حيث كنا دائما سباقين الى 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 ردها ودحضها وتفنيدها. وهذا عمل وان كان مضني نوعا ما لان كان ياخذ من الوقت الكثير لكنه كل هذه هذا التعب كان يهون امام المصلحه العامه للوطن خاصه كما قلنا في ظل هذه الوضعيه او هذه الازمه الصحيه اللي كتعيشها بلادنا. طيب الاستاذ الحراق ما هي اهم التدابير اللي شرفات عليها الكونفدراليه اللي كتراسها لحد الصحفيين المنضوين تحت اللواء ديالها للعمل بواحد المهنيه عاليه واحترازيه ايضا في تغطيه جائحه كورونا بمدن كل صحيفه؟ اول تجربه لينا حنا كصحفيين او ماشي غير الصحافه الالكترونيه جميع الصحافه المغربيه بصفه عامه اول تجربه لنا نعيشها مع وباء جائحه تهدد حياه الناس. فكما كان للاعلام الحربي فصوله وقواعده واسسه في الممارسه المهنيه كذلك لهذا الوباء الصحي أو هذه الجائحة الصحية لها كذلك قواعد ديالها والأسس ديالها والطرق ديال التعامل معها كإعلاميين. فعملنا أو التجأنا إلى بعض المؤسسات اللي عندنا معهم شراكة بعض التنظيمات الهيئات اللي عندنا معهم شراكة اللي هي أجنبية وقمنا ببعض التكوينات عن بعد لفائدة مجموعة من المواقع التابعين لنا. كل مرة كنديروا واحد المجموعات الأعداد اللي كيتواصلوا
فيما بينهم عبر تقنيه الفيديو، باش كنا كنتلقاو بعض التكوينات في هذا الباب. وبطبيعه الحال هذا لعب دور كبير، لان اغلب الاخوان استطاعوا لحد الان كيقوموا بالعمل ديالهم فعلى احسن وجه، والفضل يعود لهذه التكوينات اللي كانت مستمره ومازال باقين فيها مره اننا كنقدموا ونبتوا فيما بيننا بعض التجارب في هذا الباب هذا. لان الا كان مثلا الخلاصه اللي خرجنا منها وانه الاعلام الحربي يحتلت وقعت لك شي تداعيات فيه، ولا وقعت لك كاع ربما تقدر تكون ضحيه او شهيد داخل هذا في اي مجال مثلا ديال الروحه ديال هذه الحرب هذه، فربما قد تسقط بوحدك، يعني قد الاذى يلحق بك وحدك، سواء متي او عشتي او جرحتي الى غير ذلك. اما هذه الجائحه ديال الصحيه ديال كورونا فهي خطيره جدا، فالصحفي الا تصاب فالاصابه ما تخصوش بوحده، فالصحفي الا تصاب غيقدر يصيب مع عائلته، ولاده، بيته، اصدقائه، الزملاء ديالو، وهو لا يشعر بذلك. هذا هو هذه الصعوبه، وهو لا يشعر بذلك. فكان ضروري من البحث والاجتهاد باش نعرفوا الكيفيه ديال التعامل مع هذه الجائحه كاعلاميين كمهنيين لما كنزلوا الميدان. وبطبيعه الحال كانت مجموعه من الشروط حنا درناها في اطار الوقايه، ووزعنا على مجموعه الاخوان ديالنا، وكذلك حتى التقنيه ديال والمهنيه الكيفيه ديال يعني تطبيقها والممارسه ديالها في ظل هاد الوباء الخطير الذي ينتشر من شخص الى اخر بطريقه يعني هستيريه وبسرعه فائقه. عملنا على القيام أكيد على ان الصحافه الالكترونيه لعبت دور كبير وما زالت كتلعبه في ظل هذه الجائحه هذه، وكانت مستوى المهنيه، مستوى الحرفيه، وكذلك في الاخلاق المهنيه. اللي اساسي وهو انه في ظل الحمله ديالنا في التواصل ديالنا مع 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 في اطار الحسابات اللي عندنا ديال الفيسبوك وديال الواتساب وديال التويتر الى غير ذلك، كنا نتواصل مع الناس باش كنفهمهم ان هناك فرق ما بين الجرائد الالكترونيه والمواقع الاخباريه الاعلاميه اللي هي مرخصه ولها مهنيه، وما بين منصات ديال التواصل الاجتماعي، تلك الحسابات اللي كانت طبيعه الحال عندها واحد الاخبار اللي ربما غير انسان كيبان له اي خبر كيبارطاجيه وكيعاود يبارطاجيه. وهنا كنا وقعنا في مجموعه ديال الاشكالات وحاولنا نردوا فيها، منها مؤخرا الحمله اللي تم شنها من طرف واحد الذباب ديال 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 منصه التواصل الاجتماعي على المستوى العربي من واحد البلد عربي، فتصدينا لها بقوه، تصدينا لها في اطار منصه التواصل ديالنا اللي هي تابعه للمواقع الجرائد ديالنا، وتصدينا لها كذلك من خلال المقالات ديالنا اللي كتبنا، وفندنا تلك الاقوال وبرهنا بالدليل وبالصوت وبالصوره وبالتعليق وبالمقالات على ان المغرب ولله الحمد ما بين الدول الكبيره اللي ربما الاولى اللي تصدات. اذا كنشكرك الاستاذ الحراق، كان مع الاستاذ الحراق رئيس الكونفدراليه المغربيه لناشري الصحف والاعلام الالكتروني. شكرا على التوضيحات ديالك. شكرا.